تتعامل مع الصوت الداخلي. الصوت الداخلي هذا ممكن يكون دمار هو اصلا، يعني انت ما محتاجة اي حد خارجي، انت بس كافي الصوت الداخلي هذا يعني ممكن يأثر بشكل يحبط الانسان. اشغلي نفسك في ديتك ضروري، لا تخلين نفسك للصوت الداخلي. وشوفي الصوت الداخلي محتاج إلى صوت ثاني يرمسه بمنطق وعقلانية. فإذا صوتك يقول لك لا أنا مريضة، إنزين ما علي، الصوت الثاني يقول إنزين خلينا نصير نشوف فحوصات ونشوف إذا في شيء. الصوت الداخلي يقول لا 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 أكيد فيني شيء، إنزين خلينا نصير تسيرين ما في شيء. الصوت الداخلي هني كأنه والله كأنه شخصين يعني يكن، بعد يوم يطلع لك بشيء ثاني، ها شكل المدير حاط عليك ديري بالك، تروحين انت خايفة من الدوام شي فجأة. فالصوت الداخلي هو انا اقول عنا احنا في الدين نقول وسوسة الشيطان، الوسوسة هذه هذا الصوت الداخلي مدمر، خليك في دائرة ما يبغى يريحك. عكس التوكل على الله، حسن الظن بالله واليقين ان رب العالمين رب الخير لا يأتي الا بالخير، ودام اني انا زينة وصالحة واتعامل مع الناس بالطيب. ترى شوف يا جماعة الدين المعاملة، صلي كما شئت وصوم كما شئت، لكن اذا معاملتنا مع الناس اخاف صلاتنا وعملنا ما يعني ما اعرف عند الله كيف بتكون، كيف بتكون إذا أنا ما أعامل الناس بحسن ولكن أصلي. المفروض أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وتخفف من حدتك مع الناس. فديروا بالكم الدين المعاملة. الرسول صلى الله عليه وسلم حديث أحبه ودوم أقوله، حتى قلته في البودكاست، الصحابة قالوا له يا رسول الله، رسول ياس يقولهم تدرون من يحرم وجهه على النار؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال كل هين لين قريب سهل، يا رب نكون منهم. حتى يوم تشتري الشيء كان الرسول صلى الله عليه وسلم سهلا إذا باع سهلا إذا اشترى. فديننا يسر يا رب، فديري بالك على الصوت الداخلي، ديري بالك.